إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قناة التجمع الدولي لطيور الزينة حياكم الله. أمس نزلت مقطع جدا جدا قصير ما يتجاوز دقيقة حول الدر الهندي، وطبعا أكيد أشكركم جزيل الشكر على التفاعل والملاحظات، وأيضا وردتني بعض الأسئلة أحاول إن شاء الله قدر الإمكان أجاوب عنها. لكن قبل كل شيء، هناك طائر قبل فترة جدا جدا عزيز على قلبي، وعدة طيور أعزاز على قلبي راحوا من عندنا، لكن قبل كم يوم اتصل بي دنماركي وقال لي أنا قبل فترة أتابع قناتك وأشوف اهتمامك بالطيور، أكيد باللغة الدنماركية، وجدا معجب بالقناة، ويقول تفاجأت من شفت قطعة وانت تمشي بالشارع مكتوب باللغة الدنماركية، وأنا زادت فرحتي الحكي إلي، يقول زادت فرحتي من شفت أنت موجود بالدنمارك، وأنا جدا فخور بيك، لأن ماكو بالدنمارك شخص يربي هاي، لا دعاية ولا شيء، هذا كلام الإنسان الدنماركي، يقول جدا فخور بيك، ومن شفت أنك موجود بالدنمارك وتربي بهاي الطريقة وهذا العدد الكبير للمشاهدين. وقال أنا وأنا أمشي بالشارع لقيت طائر جدا أليف وأتوقع طيرك، ولحد الآن ما راح أقول شنو هذا الطائر، لكن دعواتكم محتاجين كل واحد يشوف هذا المقطع، خاصة أخواني الأعزاء المتابعين بصمت اللي موجودين بالعدد ويانا لكن ما يتفاعلون بالقناة، نرجو دعائكم وأيضا تعليقاتكم. والمفاوضات ما زالت مستمرة، وأتواصل ويا، قلت له الطريق بعيد والأيام شبه مشلولة الحركة بالدنمارك بسبب هذا الوباء، عافانا الله وإياكم بسبب هذا المرض، مرض فيروس كورونا، وإن شاء الله يطلع هو الطائر، وإذا طلع هو، لأن الحد الآن تقريبا 70% إن شاء الله هو الطائر هذا اللي ضاع من عندنا. ودعواتكم مثل ما قلنا، نرجع لموضوعنا. إجتني بعض الأسئلة حول الدرة الهندي. أول سؤال قال لي ليش صورت المقطع جدا قصير؟ المقطع جدا قصير لأن مضطربين، وهذا كوكو جدا أليف، والأنثى عند من صار عندها أفراخ صارت جدا شرسة، وهذا شيء طبيعي تدافع عن أفراخها. السؤال الثاني يقول ممكن الأليفات يتزاوجون يفرخون، وأنا جربت هاي التجربة الأولى، وهذيك ربيناها عمرها أسبوعين الأنثى تيكي، وهذا من اشتريناه عمره سنتين لكن جدا أليف وفرخوا. هذا السؤال الأول، فالإنسان يجرب. السؤال الثالث دائما يقول أنا عندي طيور صار لهم شهرين أو سنة ما فرخوا، ودائما أكرر إخواني الأعزاء تربية الطيور وأي شيء بالحياة يحتاج صبر. أنا جبتهم بال2017 يعني 3 سنوات ظلوا عندي، وهسه يا الله فرخوا العام، بيضت 3 بيضات الأنثى البيضة، وكان غير مخصب يعني ما ملقح البيض، وهالسنة فرخ بيضة وفرخت 2، وأعتقد البيضة الثالثة فاسدة. فالإنسان لازم يصير صبور، والدرة الهندي جدا حساس. أنصحكم تجربتي تخليه بمكان هادئ وتحاول ما تزعجه قدر الإمكان، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، أحد الأخوان سألني على الخاص، يقول لي منو أحسن، التربية الطفرات بالدرة الهندي أو الطبيعي؟ إحنا نعرف الطبيعي اللي هو الأخضر، الدرة الهندي الأخضر طبيعي. كل واحد بيه إيجابيات وسلبيات. من إيجابيات الطفرات إنه يكون ألوانهم حلوة، يطلع الألبينو واللاتينو هالشكل، الألوان جميلة. لكن السلبيات البي صعب يتزاوجون، يظل فترة يلا يتوالف، عكس الطبيعي الأخضر رأسا يختار شركة حياته ويتزاوجون. الإيجابي الثاني بالطبيعي الأخضر يصير البيض أكثر شيء مخصب، ويبيض أكثر يعني يبيض حتى 5 بيضات أو 6 بيضات، لكن الطفرات يبيض بيضات قليلة. هاي من إيجابيات الأخضر. والغذاء دائما هم يسألون الغذاء، الغذاء على طول السنة أنوع لهم بالأكل، أحط لهم البروكولي، الجزر، البيض المسلوق، زائد دوار الشمس، العرنوس اللي هو الذرة الصفراء نعطيهم. هسه والله تركز عليهم بالأكل، ومن نسوي لهم الخلطة أحط لهم دواء هذا
انتي كوكسيديا ضد الامراض، والفيتامين احط لهم حتى الافراخ تصير بصحه جيده. احاول ادخل واعطيهم، اليوم حضرت لهم الدود القبي، ومن ايجابيات القبي وهم صغار كان جدا صغيره انطي الام دود حتى ما تستغرب، والدود جدا ضروري للافراخ. اتوكل على الله راح تهاجمني الام اذا طبيت، الابو ما يهاجم. كيتي تسمح لنا ندخل؟ افتح الباب، القفص يراد له تعديل، وباب خارجي ثاني حتى لا يطير. ولو هما مره طاروا وطلعوا برا بس ما يروحون لانهم اليفات. هاي ايجابيات الاليفات، اذا طار يعرف صاحبه وما يروح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبيبي. هجمت علي الانثى شرسه، هسه حاطه على وجهي هي على راسي. من تجي تهاجمني حاول كيتي دافع عني. هدو هدو تيكي، جايب لك دود تعطيه فراخك حبيبي. احاول اتذكر الاسئله اللي جاتني واحاول اجيب عليها ان شاء الله قدر الامكان. ربما يصير عندهم بطنين او ثلاثه حسب الموسم، يعني اذا باضت هي باضت من وقت ان شاء الله تنزل بطن ثانيه. وايضا يسالون الالوان شنو يطون، باعتبار الانثى بيضه وكوكو اصفر، هم ياثر عوامل الاجداد العائله السلاله مالتهم. انا اتوقع الافراخ يصيرون خضر، والله اعلم. اذا الاصفر زاوج البيضه احتمال الافراخ، نشوف الايام كفيله. هدوء تيكي، ما تردين دود؟ دود شوفوا سبحان الله، انا كنت ربيتها عمرها، اخوي رباها عمرها اسبوعين، لكن من يصير عندها الافراخ جدا شرسه تصير. كنت من اريدهم فتره موسم التزاوج اسمعهم اصوات الدره الهندي وهم يتزاوجون، ايضا تحفيز. او عندك كوكتيل تريد الزوجة أيضا سمعة أزواج كوكتيل وهم فترة التزاوج، وكذلك الباجي اللي هو طير الحب هم سمعهم يفيد. يعشق الدود لأن علمته وهو صغير يأكل. أنا كنت قبل سنين أتوقع يصير مناوبة، شلون الكوكتيل الذكر يحضن البيض، لكن اكتشفت بعد فترة ان الانثى فقط هي اللي تحضن البيض بالنسبة للدرة الهندي. نفس الباجي، الذكر يقوم بواجبة يدخل للبياضة يوكلها ويطلع، ومن يفقس هو يعتني ايضا يوكل الفراخ يغرهم. يعني الذكر ما يحضن على البيض بس الانثى. هسه من يخلص لو يوكلها هو ويعطيها حتى تاكل، توكل الفراخ. وذكر الدره اكتشفته اناني جدا، حتى لو هي عندها فراخ ياكل ويشبع يلا يخليها تاكل. فاخواني المربين اذا تريد تربي اي طائر يصير عندك صبر وتهتم به، السعي والجهد والباقي على الله سبحانه وتعالى. اهم شيء انت تجتهد وتدير بالك على طيورك، والتفريق تيجي ان شاء الله. احاول اتذكر الاشياء المهمه اذكرها. وهاي الحلوه اذا الابوين يتكلمون يحاول يدخل بعض الكلمات يعطيها للفراخ يلقنهم. الأنثى قليلة الكلام. هسه أنا عندي هاي تيكي مثل تقول حبيبي، تقلد كوكو، تقول كلمات بسيطة، لكن ذكر أكثر شيء هو يتكلم. تلاحظون إذا طلعت يحاول يرجعها يقول لها دخلي للعش أو دير بالك على الفراخ. أحاول بسرعة. حبيبي
بعض المعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.